Après les lectures, vient le temps de l'homélie, et à la fin de l'homélie, vient le temps de la profession de foi, vient le temps de dire le credo. Je vais vous le lire en langue arabe. Et c'est exactement ce que nous disons dans toutes les églises catholiques. Peu importe le rite. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى. On est jusqu'à de l'univers visible et invisible, ما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح. يسوع المسيح ça veut dire Jésus-Christ, ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله, نور من نور, إله حق من إله حق, مولود غير مخلوق, engendré non pas créé, مساو للآب في الجوهر, الذي به كان كل شيء, الذي من أجلنا نحن البشر, ومن أجل خلاصنا, نزل من السماء, وتجسد من الروح القدس. ومن مريم العذراء, مريم ماري العذراء فيرج, وصار إنسانا, وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط. Il a été crucifié sous Ponce Pilate. بيلاطس البنط. تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء. السماء, le ciel, il est monté au ciel. وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس, الروح القدس, l'Esprit Saint, الرب المحيي, المنبثق من الآب والابن, الذي هو مع الآب والابن, يسجد له ويمجد, الناطق بالأنبياء والرسل, وبكنيسة, كنيسة, بكنيسة, dans une église, une, واحدة, جامعة, catholique, مقدسة, sainte, رسولية, apostolique, ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا, ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.